بناها عادي بالخاطر ديالنا ماشي بالزز، وكون عرفنا بالزز ما ندقوهاش، وكون عرفت انا الجواز تلقيه اجباري والله لا دقيتها بالله. ولكن دابا في الغيره ديال خوتي، اللي بغى يدق يدق، اللي ما بغاش ما يدقاش. شنو فين كاين المشكل؟ انتهاك ديال الحريه. عاد ملي شفنا سيدنا دق البرا دقيناها بخاطرنا، ماشي شي واحد بز علينا باش ندقوها. ولكن دابا ملي كيقول لك اجباري ما تجبرش، من اجباري كاين بنا. واللي خنق المواطنين البسطاء العاديين من التعبير عن موقفهم ورفضهم بخصوص القرار ديال جواز التلقيح. نسجل كذلك بشكل ايجابي، لان مدينه زيوكا قريه لن تعكس حقيقه رفض الشعب المغربي لهذا الجواز، ولكن بالنسبه لما نشاهده وما يصلنا من اخبار بخصوص مدن كبرى كالدار البيضاء كالرباط كمجموعه ديال المدن الكبرى، شهد المغرب خلال هذا اليوم انتفاضه شعبيه حقيقيه، وهي تاتي في سياق الرد على حكومه انتجتها انتخابات مزوره بالتاكيد استعمال المال واستعمال الجاه في هذه الانتخابات. الشعب يريد اسقاط الجواز، 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 الشعب يريد